بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم دراسي جديد مع مادة فيزياء 2 ومعكم المعلمة أمل مصلوخ من لغة الإشارة أستاذ معاذ القرعاوي اليوم بإذن الله سنتعرف على تطبيقات في إيجاد محصلة العزوم لنقرأ أهدافي معا اليوم بإذن الله سنتعرف على إيجاد محصلة العزوم أهداف درسي أن نطبق شرط الاتزان على حل المسائل أهم مفرداتي المحصلة دعونا نتذكر ما تعرفنا عليه في الحصة السابقة أخذنا مدخلا رائع للعزم وشرحنا أهم أساسيات العزم في التعريف في صيغته الرياضية كذلك رمزه وتعودنا على رمزه وحدته والعوامل المؤثرة عليه ماذا عن اليوم أخذنا اختبر فهمك في الحصة السابقة لنقوم بحل اختبر فهمك اقرأ معي احضر الكتاب والان الحاسب وتحقق معي من النواتج الان اذا اذا تطلب تدوير او تطلب تدوير جسم عزما مقداره 55 نيوتن في متر في حين كانت اكبر قوه يمكن التاثير بها 135 نيوتن فما طول ذراع القوه التي يجب استخدامه طبعا كما تعودنا نضع خطا تحت ماذا تحت المعطيات ثم نكتبها سردا تحت بعضها البعض حتى توحي لك بالقانون المستخدم، هذا عباره عن ماذا؟ العزم أحسنتم تاو في حين أن أكبر قوة يمكن التأثير عليها، اقرأ جيداً أكبر قوة إذا اف فما طول الذراع القوة؟ مطلوب مني حساب طول ذراع القوة اللي هو عبارة عن ار، طبعاً هنا لم يذكر لك ماذا؟ لم يذكر لك الـ الـ أنها عمودية أو لم يذكر لك أنها محصورة بزاوية فبالتالي هنا سنأخذ الثيتا بكم؟ بتسعين على الأغلب الطلاب يحتار فيما إذا في المسألة لم يذكر أنها تميل كذا ولم يكتب عمودية فإذا لم يكتب فخذها بتسعين المعطيات الموجوده التاو كم خمسه وخمسين الف ميه خمسه وثلاثين الار مطلوبه وبما انه لم يذكر قيمه الثيتا إذا الثيتا 90، فاطبق مباشره في هذا القانون اريد ايجاد ماذا ايجاد الار اذن مع ار الاف تذهب للطرف الاخر بعمليه قسمه فبالتالي R تساوي تاو على الاف كم, كم التاو خمسه وخمسين كم الاف مئه يلا بألتك الحاسبه معاي بوينت اربعمئه وسبعه متر طبعا هذا بالنسبه للمسائل الصريحه السهله التي لا مجال لك في الخطا فيها فمرن يدك وذهنك جيدا عليها طيب دعنا نمهد لدرسي اليوم اليوم سادخل في موضوع الاتزان اكثر واذكرك بجزئيه اخذتها سابقا اتذكر هذه المسطره عندما قمنا ببدايه الباب باجراء تجربه استهلاليه كانت في سؤالها متى تتزن المسطره واستنتجنا من اجراء التجربه عمليا انها تتزن عندما ماذا احسنتم عندما يكون اخذنا عباره جدا مهمه ونبهت عليها كثيرا قلت انها هي مفتاح لدخولي لهذا الباب باذن الله وهي تمهد لي كثيرا شرح هذا الباب كنت اقول ان محصله او مجموع العزوم مع عقارب الساعه عكس او تساوي مجموع العزوم عكس عقارب الساعه يبدو لك الان فهمت عزوم وعكس عزوم ومع عقارب الساعه يبدو لي هناك رابط فيما بين اتجاهات العزوم نعم استنتجنا في الحصه السابقه ان العزم عندما يكون عكس موج عكس عقارب الساعه موجب وعندما يكون مع عقارب الساعه سالب عندما يتساوى قيمه العزمان في اليمين وفي اليسار عندها تتزن المسطره يبدو لي كاننا بدانا نبني المفهوم قليلا عندها ركبت معادله اف في R F1 في R1 في اليمين تساوي F2 في R2 في اليسار إذن FFR أخذناه في الحصة السابقة أنه يساوي العزم اعلم جيدا عزيزي الطالب والطالبة أنك قد تتنبأ الآن وتقول أن العزل اف اف ار ساين ثيتا أين ذهبت ساين ثيتا؟ قل لي أين ذهبت ساين ثيتا؟ ساين ثيتا ذهبت عندما أص... تأملت المسطرة وجدت أن هذه القوة لتكن هذه اف 1 وهذه القوة لتكن اف 2 هذه المسافة ار 2 هذه المسافة ار 1 تأمل الزاوية المحصورة ما بين إف 1 و R1 أما تراها 90 كذلك بنفس الطريقة هنا أما تراها 90 لذلك نعم هو العزم ماذا واحد يساوي العزم اثنين بغض النظر عن ساين ثيتا حيث ساين ثيتا هي ساين تسعين تساوي واحد لذلك لا أكتبها يبدو الموضوع هنا أصبح منطقيا جدا لما درسته في الباب تجربة استهلالية ولما دعمت مفهومه هنا في العزم إذا كنا نسأل ونقول أن المسطرة أن المسطرة تتزن ولكن ليس المسؤول عن اتزانها القوه ولا المسؤول عن اتزانها R إنما الكميتان معا من هما الكميتان معا FFR هي المسؤولة عن التساوي والاتزان عندما تتساوى FFR يمين مع FFR يسار عندها نقول أن المصدر متزنة هذا هو العزم طيب كيف يمكن ان احسبه؟ وما هي الامثله الموجوده؟ كلها سنتعرف عليها خلال هذا الدرس لنكمل شرحنا. انظر قد يعني تتساءل عزيزي الطالب والطالبه اين العزم في الحياه؟ يعني انا انا الان ادرس عزم واخذ قوانين العزم، هل هذه المشاهدات موجوده في حياتي اليوميه؟ ترقب هذه الصوره. لديك في يمين الشاشه رجل يحاول ان يمشي على خيط. آلية المشي لديه يفرد يديه الاثنين كي يستطيع أن يتزن ولا يسقط هذا هذا بفعل ماذا؟ بفعل العزم أيضا لديك هنا في صورة اثنين بعض المناظر الجمالية التي التي ماذا؟ ثقلين في يمين ويسار أو حجرين في اليمين ويسار يرتكزان على حجرة كبيرة في النص اتزنت بسبب العزم ايضا في حدائقنا اعتدنا على هذا المشهد لاطفال يلعبون بهذه الارجوحه تسمى ارجوحه الميزان كل من الطالبين يدفع الاخر وكل من الطالبين يجعل القوة تختلف فبالتالي ينهض الطالب الآخر رجال الأعلى ثم ينزل الثاني وتبادلا وهكذا هم يلعبون لعبة فيزيائية وتبادل قوة فيزيائيا بغض النظر عن المفهوم العام يعني هناك أشياء وظواهر نفعلها في حياتنا اليومية لها رابط كبير جدا في الفيزياء من ضمنها هذه المشاهد كيف تكون وكيف يتم الاتزان سنتعرف عليه أكثر الآن ترقب معي ندرس الاتزان في الرجوحة هذه الرجوحة كيف سأربط لعبة الأرجوحة في قانون أو قوانين العزم لدينا؟ تأمل معي الطفلين قبل قليل، طبعاً هنا وضعت ثقلين اثنين، لا نختلف، ثقلين أو ثقل، هنا لنقل في الثقل في هذه الكفة A والثقل الآخر في الكفة الثانية B، أسميتهم A و سنقوم الآن بماذا؟ بأخذ اتجاه القوة أو الثقل، الثقل هنا باتجاه ماذا؟ الطفل كان باتجاه الأسفل، كذلك الثقل في بي هنا باتجاه الأسفل. نقطة هذه نسميها نقطة الارتكاز اللي كنا نسميها في في العزم بمحور الدوران أو نقطة ماذا؟ نقطة الارتكاز. طيب إذا لدي هنا مسافات المسافة احفظ هذا جيدا المسافة من النقطة لنقل مثلا المسافة من مركز القوة هذه إلى مركز الارتكاز نفسه يعرف بـ R2 تبع القوة تبع مسماها نفسه، أما بالنسبة للمسافة الفاصلة من محور الارتكاز إلى الثقل نفسه يعرف بماذا؟ بـ R1، إذاً حددنا F1 F2، حددنا R1 R2، السؤال متى تتزن؟ متى تتزن هذه الجوحة؟ وكيف يمكن أن أدرس اتزانها حسابياً؟ عن طريق ماذا؟ تطبيق حاجتين. الحاجتين هذه سأستخدمها حتى في الدرس الجاي أو اللي بعده كمان أولا اللي هي عبارة عن ماذا أولا محصلة سيجما تعرف جيدا بما أنك درست الرياضيات أن السيجما هي عبارة عن ماذا مجموع نقرأها بالرياضيات سيجما وهي بالمعنى مجموع مجموع القوى يساوي صفر كذلك مجموع التاو رقم اثنين كم يساوي صفر عندما أبرمج هذه المعادلة ماذا أفعل؟ اجمع التاو، التاو عندي كم كم عزم هنا موجود؟ بما أن لدي ثقلين إذا لدي عزمين، طيب عندك ثلاث قوى؟ ثلاث عزوم، عندك أربع قوى؟ أربع عزوم، هذه القاعدة خذها من الآن فصاعدا، بما أن لدي قوتين A و إذا عندي عزمين معنا سيجما تاو، كيف أكتبها هذا؟ سأكتب F1 تمام؟ ضرب R1 ماذا؟ تساوي لا طبعا راح اجمعها مع من f2 ضرب r2 الآن تساوي صفر طيب انقل اف2 ار2 للطرف الاخر سننقلها للطرف الاخر بهذا الشكل قد تتساءل نعم عندما انقلها تاخذ اشاره سالبه نعم اعتمد الاشارات سالبه وموجبه ولكن هنا نعتمد ان واحده كانت مع عقارب الساعه والاخرى عكس عقارب الساعه وتفهم كلامي هذا جيدا عند حل المسائل المهم عندي الان ان احقق كيف اعرف كم عزم موجود عندي بعدد القوة كيف أتعامل مع المعادلات أتعامل FFR بعدد القوة الموجودة طيب ماذا عن مجموع القوة مجموع القوة كل ما عليك عدد القوة الموجودة عندك اجمع في طرف F1 F2 F3 F4 وهكذا تمام نطبقها هذه كيف نطبقها في حل المسائل طيب لماذا نحن نطبقها لأنني أحتاج أني مثلا أصنع أرجوحة في حديقة تمام؟ أنا عندي حديقة وأحتاج أني أصنع رجوحة في حديقة أريد أن أضع هذه الرجوحة في نقطة اتزان بحيث تتزن عند ركوب طفل وطفل آخر أين أضع نقطة ارتكاز؟ وكم الاثقال الملزو اللازم ان تكون موجوده هنا حتى تتحمل هذه الارجوحه دون ان تنكسر، يعني معناه هذا الموضوع له علاقه حتى في تصنيع الاراجيع او تصنيع اشياء مثل هذه تستلزم فيها قوتين ويستلزم فيها وجود ماذا؟ عزمين، لذلك نحن ندرس هذه الاشياء. طيب الان سنقوم بهذا او اكتب عندي عندك هذا السؤال متى تتزن الأرجوحة؟ تتزن عند توفر شرطين سيجما العزوم تساوي صفر وسيجما القوة تساوي صفر أو سيجما تاو اف طيب تخيل هذا مثال ثاني لتدعيم الفهم أكثر وهذا المثال موجود في كتابك ماذا يقول هذا المثال؟ لدينا قلمي رصاص وقطع معدنية وشريط لاصق. ثبت قطعتي نقد متماثلتين بنهايتي احد القلمين ودعه يتزن فوق القلم الثاني يبدو لي الصورة تشرح الموضوع كامل. يعني عندك قلم قلم رصاص بهذا الشكل. جيب هللات هللتين من نفس الشيء ولنقل نص ونص ونص ونص. نربطهم مع بعضهم البعض نضع النصين في الطرف اليمين والنصين الاخرين في الطرف اليسار اربطهم بشريط اللاصق بعدها هات القلم الرصاص الاخر الحر الحركه وقم بتحريكها انت يمنه ويسره الى ان تصل الى ماذا الى ان يقف القلم الذي يحمل الهلالات على هذا القلم على القلم الحر طبعا عندها هنا تكون قد وصلت لمرحله زاد عندها قس ماذا البعد من نقطة ارتكاز إلى الثقل الأول والبعد من نقطة ارتكاز إلى الثقل الثاني هذه هي بالفعل R1 و 2 أين F1 و F2؟ هي الهلالات الموجودة هنا وهنا F1 و F2 فهي مطبقة عندنا عملياً نشوفها مع بعض هنا متى يتزن القلم بنفس السياسه يتزن عندما سيجما اف تساوي صفر سيجما تاو تساوي صفر لاحظ نفس الموضوع لحجم اهميته نعيده اكثر من مره حتى تحفظه معانا كيف نجعل القلم يدور اذن الان لاحظ هذه كيف تتزن او يتزن القلم هذا عكسها تمام كيف تجعله يدور فانت بطل ونبيه ستستنتج الان مباشره كيف أجعل هذا القلم يدور طبعاً القلم يتزن عند نقطة معينة كيف نجعله يدور يكمل دورة كاملة بهذا الشكل من خلال ماذا؟ إما تغيير الأر أحسنتم أو ماذا؟ أو تغيير الأثقال يعني أغير أو أخل بشروط الاتزان اللي هي أخل تاو اللي هي المسافات أو أخل بأحد هذه القوة فتذهب ماذا؟ تذهب بجهة أخرى أو تتحرك بحيث أنها تدور ستجد ستجد ما شرحته في صفحة 44 في الكتاب. طيب نبدأ الآن بتطبيق بحل مسألة اقرأ معي احضر الآلة الحاسبة ولنطبق مسائل العزوم. مثال اثنين صفحة 45 ماذا يقول؟ يلعب سعيد ولؤي على أرجوحة أفقية طولها 175 ب1.75 متر بحيث يحافظان على وضع الاتزان للعلبه كما ترى هنا في الرسم دائما الرسم يساعد في حل المسائل فاذا كانت كتله سعيد 56 كيلوغرام كتله لؤي 43 كيلوغرام فما بعد نقطه الارتكاز عن كل منهما اهمل وزن الارجوحه دعنا الان نبدا بماذا بالمعطيات ما المعطيات عندي كتل ام اس لسعيد ام ال للؤي طبعا بالكيلوغرام وحدات دوليه ما فيها كلام ار اس اللي هي المسافه يبدو لك في الرسم واضحه صح؟ ار اس اللي هي تبع سعيد ار ال تبع لؤي طيب ما المطلوب مني؟ المطلوب حساب البعد يعني المطلوب ار 1 و ال عفوا و اس طبعا لا اختلف عن الترميز قد ترمز لها ب 1 و 2 الترميز مو مهم لدينا ولكن ثبت الرموز من اول ما تبدا في حل المساله هنا نسبه للاسماء رمزت باس وال فقط طيب يبدو ذلك انني ساطبق الشرط الثاني وهو ماذا سيجما العزوم تساوي صفر فسنطبق الان قانون سيجما العزوم تساوي صفر اولا اولا ماذا اوجد لكي اطبق هذا القانون طبعا هنا سيجما تاو لكي أطبق هذا القانون للسيجما تاو لاحظ أنه نفس قانوني السابق ولكن أبدلت بماذا؟ أبدلت ال1 بإس لاحظ إف إس وآر إس هذه إس سمول دائما ننتبه أن رموز الأحرف الترميزات تكون تحت الحرف الأصلي يساوي إف إل في آر إل تمام الكلام؟ تأمل معي هذه المعادلة أنا الآن أريد تطبيقها مباشرة هل الإف موجودة عندك صريحة؟ لا ليست موجودة. هل ال ار اس موجودة صريحة؟ هي اصلا هي المطلوب. هل الاف ال موجودة صريحة؟ ايضا ليست موجودة. ماذا افعل؟ هل ال ار ال موجودة صريحة؟ اصلا هي المطلوب. اذا يستوجب علي حاجتين. اولا ان احسب الاف لكل من سعيد ولؤي. ثانيا ان اوجد وحدة من الآرات اما ار اس او ار ال، كيف توجدها؟ عندما نقول واحدة بداية الأخرى تعال معي على الرسمة وافتح كتابك هنا واكتب معي هذه المعادلة هذه كلها عبارة عن ماذا؟ 1.57 طيب إذا هذه كلها عبارة عن 1.75 فالمسافة هذه لي احنا هنا أخذنا ماذا؟ أخذنا RS. فالمسافة هذه لسعيد كيف نجيبها؟ كيف أوجد الار اس لسعيد؟ عبارة عن الواحد فاصلة خمسة وسبعين مطروحة منها هذه القيمة اللي هي ار ال يعني باختصار إذا أنا عرفت الار ال ما علي إلا أن أطرحها من كامل العصا فنوجد ماذا؟ نوجد الار اس تمام الكلام؟ واللي يحلها بالعكس أيضا صح بمعنى يعني لو قلت أن هذه ار ال ال عبارة عن 1.75 ناقص الار اس برضو صح تصل لنفس النتيجة إذا بذلك عزيزي الطالب سنقوم بحلها بهذا الشكل طيب كيف يكون ذلك؟ قلنا أنني سأقوم بالتعويض مباشرة طيب الإف هل أوجد الإف أولا ماذا؟ نوجد وزن كل من سعيد ولؤي أعلم أن الإف جي تساوي ماذا؟ إم الكتلة مضروبة في الجي هل الامات موجوده نعم اعطاك اياها في المساله هذه هي هل التسعه 98 ثمانيه موجوده اصلا ثابت فبالتالي لاحظ ماذا فعلت إذا اكتب ان اردت هذا القانون عند هذه التعويضات لانه انا عوضت هنا ب اف اس لسعيد و ال كتبت سته وخمسين لمن لسعيد ضرب تسعه ثمانيه بالاله كم طلعت معاك ممتاز 548.8 ثمانيه واربعين بوين ثمانيه طيب نفس الكلام بالنسبه لمن ليلو اي 43 ضرب 9.8 كم الناتج ها 421.1 نيوتن ممتاز اذا اوجدت هذول انا طيب ماذا استفيد ولماذا اوجدتهم اولا حتى ادخلهم في معادلتي هنا طيب اف اس عباره عن ماذا 548.8 مضروبه في الار اس نزلتها كما هي لم اغير شيئا تساوي 421.1 مضروبة أيضاً في الـ R هذه ال L هذه L عدّلها عندك، ال small طبعاً. طيب، لاحظ الآن هل أستطيع إيجاد الـ إس والـ RL من المعادلة؟ لا، لابد أن أعوّض بواحدة بدلالة الأخرى، اكتب إن أردت هذا الكلام، أعوّض بـ R مثلاً S بدلالة RL لاحظ ماذا كتبت؟ كتبت أن الـ إس عباره عن نزلت هذا كما هو ان الار اس عباره عن هذه القيمه نفسها هنا التي اوجدتها انا من الرسم صح ولا لا فبالتالي 1.75 ناقص الار ال تمام تساوي الباقي ينزل كما هو الـ 400 تنزل الار ال تنزل كما هي الان يبدو لك اصبح الموضوع سهل ليه لانه انت الان ستقوم بايجاد ماذا ستقوم بايجاد المجهول في طرف كيف طيب يلا توجد المجهول ما المجهول هنا تامل معي عندك قوس فمعناه هذا سيضرب هنا أقيم الحد الأول وسيضرب الحد الثاني لا أنسى هذه الطريقة في الرياضيات لفك الأقواس ثم هنا عندي RL يبدو لي المعادلة كاملة أرقام RL أحضر أو أوجد آر إل في طرف ماذا أفعل؟ أولا أضرب 500 يلا بالآلة معي 548.8 ضرب 1.75 كم الناتج؟ سيظهر لك هذا الناتج هذا حاصل ضرب الأول ناقص من وين جت الإشارة الناقصة؟ هذه تمام؟ ناقص كم؟ الـ 548.8 مضروبة في الـ ال كما هي صح الكلام؟ تساوي نزلت 421 نزلت ار ال نزلت طيب كان معادلاتي بدات تتكون بطريقه سهله طيب استطيع الان ايجاد ماذا استطيع ان اوجد قيمه الار ال في طرف ماذا افعل المجاهيل كلها في طرف والمعلوم كله في طرف فمعناه انقل لي ال 548 للطرف الاخر تبقى من الـ 600 الـ 960 هذه لوحدها اطرح النتيجه ستظهر لك ماذا؟ ستظهر لك قيمه الار ال بكم؟ تظهر لك قيمه الار ال ب اذا بالاله اقوم معي بما ذكرت هذه العمليات مهمه تمام؟ انقل أولاً انقل 548 للحد الآخر هنا اطرح 548.8 من ال 421.1 الناتج تقسمها على ماذا؟ 960 الآن هذه ار ال وهو المطلوب بعد نقطة ارتكاز عن كل منهما، يعني نريد ار ال وار اس أنا أوجدت من ار ال؟ أتستطيع أن تتنبأ كيف أوجد ار اس؟ هذه ار اس المطلوبة؟ نعدل هذه هذه ار اس المطلوبه كيف اوجد ار اس كيف اوجد ار اس اعلم جيدا من هذه المعادله ان ار اس اكتب معي هذه الفقره ار اس 1.75 لننقل في مكان اكبر طبعا ال ار اس 1. كم 75 اللي هي حاصل طرح الكل ناقص الجزئيه المطلوبه طيب راح اطبق في هذه المعادله معي اذا راح تكون عندنا الار اس تساوي 1.75 مطروحه منها ار ال طيب احنا جبنا ار ال كم الار ال 0.99 بالاله ستظهر لك ماذا ستظهر لك قيمه الار اس بكم احسنتم بستة 6 بكم ب وسبعين, بوينت ستة وسبعين. طبعاً والوحدة متر تحقق من كلامي جيداً بإعادة هذا الفيديو مرة ثانية وباستخدام آلة الحاسبة مرة ثانية ربما أنت عز الطالب تحتاج عملية حسابية أطول من هذا قد تستخدم عمليات حسابية لا مانع ولا مشكلة في ذلك لكن المهم أن لا تختصر العمليات الحسابية مثل ما اختصرتها أنا لأنه لدينا المهارة أنت تحتاج أن تبني مهارة فأعدها بخطوات مفصلة أكثر هذا بالنسبة لهذه المسألة كثيرا سنحل في مسائل العزوم بإذن الله وصدقنها بإذن الله هذا بالنسبة لكيف يمكن أن نطبق اطبق مساله عزم وكيف ان اطبق شرط العزم في الحصه القادمه ايضا ستعرف على كيف ان اطبق الشرطان معا الان أنا اطبق شرط واحد لو لاحظت استخدمت سيجما تاو هنا سيجما تاو فقط في المرات الاخرى ساستخدم الشرطان معا اذا ما تعرفت عليه في درس اليوم اخذت <applause> ايجاد محصله العزوم ان لا وعرفت انه لا بد من تحقق شرطين او احد الشرطين سيجما تاو تساوي صفر وسيجما اف تساوي صفر ما معنى سيجما اف تساوي صفر اي ان اف 1 تساوي اف 2 تساوي صفر وما معنى سيجما تاو تساوي صفر اف 1 مضروبه في الار 1 تساوي اف 2 في الار 2 اختبر فهمك في تدريب او حل تدريب سؤال 14 صفحه 46 بذلك عزيزي الطالب والطالبه انتهينا من درسنا اليوم ان وفقنا من الله ونخطئنا من انفسنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته